السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد من كلاش رويال. فيديو اليوم راح يكون بعنوان يعني نهاية العالم، إكسير دمار شامل 6.9، لكن هذه المرة في تحدي 2 ضد 2، ومعي صديقي المميز اللي راح يلعب كلاش رويال وراح يكون بتشكيلتي وأيضا بإكسير 6.9، والحين يعني راح نلعب مع بعض وراح نشوف إيش راح تكون آخرتها. ويلا بينا على طول في 2v2 وراح نشوف كم انتصار راح نجيب وراح نشوف ايش المشاكل راح تعترضنا. ولا تنسى قبل شيء كل شيء اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة والكومنت لو في عندك تحدي او لو بدك يجرب اي شيء. ونبدأ على طول. اوكي الله 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 وبيكا مع العلم يعني اخطأنا بالحركة، حركة خطيرة. تعرف ليش؟ عشان يعني عنده مضادات فضائية. طب ضربة 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 ضربة. مشكلة الإكسير يعني راح تعملنا شوية مشاكل. شوف بطاقتك. عنده اوكي يعني ضرر من كل ناحية. شوف كيفاش يعني نوعا ما سوى ضرر. اوكي ضربة جميلة. عندك بطاقة؟ اوكي بيكا راح ننزل بيكا مع المسكيتورز يعني وراح نشوف كيف. ويبدأ الهجوم. وين رايح؟ وين؟ لو سوى ضربة راح اعمل لايف عن جيف اواي. اخطأنا بالحركة. راح نزل خريف افكاري. ويلا بينا. اوكي مبدئيا ما سوينا ضرر يذكر. لا اوه كسر يلعن الشك. اوه دفاع يدرس. اوكي راح نعمل هلا هجوم اسطوري. هجوم اسطوري دفاع. راح نلعب دفاع يا ايزر. العب دفاع. نزل بطاقات من الخلف. شو 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 يلعن شكله. وهجوم بهجوم. صراع العمالقة، البقاء للأقوى. اوكي بصراحة يلا ضربة. اوكي لو في عند ما عندك العملاق الكهربائي يعني. ويلا ميجا نايت. طب و اضرب 78 وخلص. خلاص مبروك علينا يعني انتصار. لا ضرب. عندي احساس يعني راح لا حبس 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 لا راح الانتصار. انتصار راح. لا ولك كنا راح ننتصر يعني كيف.
جود جيم. فك. لا لا لا، يلا بينا نلعب. يعني كنا راح ننتصر يعني، بس ايش رايك تقييمك في اللعبه؟ يعني ادائنا، يعني كيف سيطرنا على اللعبه؟ بس ما بعرف كيف يعني اخر 10 ثواني يعني قدنا السيطره. بس عادي بس عادي. لا اذا وصلت لهذه المرحله من مقطع الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، ولو في عندك كومنت او اي شيء يعني لا تنسى تضيفه، وتابع حساباتنا راح يسيبها لكم في الانستغرام. ويلا بينا نبدا على تحدي الجحيم، تشكيله الجحيم كلها اكسير 6 و7. ونبدا بالبيكا مع هاي القاطعه بالدفاع. ضربه ضربه وضربه وضربه وهجوم. حاسس بيكا راح 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 راح. طب 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 اوكي، يعني تصدينا نوع عمل دفاع، لكن تشكيلة اللي فيها عيب واحد انه يزمك تستنى الكسير عشان يعني تعمل هجمة اسطورية. يلا 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 يلا. اوكي بو نوعا ما عنده مضاد يعني، بس لو سوينا ضرر 800 800 800. كفو 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 كفو. ايوه ايوه، شن البرش شن البرش، ولا تنسى يعني. اوكي يعني يلا 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 يلا. ضربه 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 ضربه، وراح البرج. البرج راح، ولا راح نلعب دفاع. لو في عندك دفاع دافع. استفزاز نوعا ما بس عادي. نوعا ما تصدينا للهجوم. شوف يعني انتظر لما يخلص الكسير. يعني دفاع اسطوري. اوه بيكا يعني راح فيها. اوه لا لا لا، البرج راح برج راح. ماني عارف ليش، بس يعني بنلاحظ انه بنخسر لما بكون نصف ثاني من الماتش. ايش قال ازر؟ ضربة ضربة ضربة، ما سوى ولا ضربة. اوه شكلها يعني بتنحسن في الدقائق الأخيرة. هي هي ماتشات الدقائق الأخيرة. اوكي اوكي اوكي، شو شو الحركة شو الحركة. طب إذا لو في عندك دفاع يعني معلش. الشيئين أم الدفاع. أيوة عندي إحساس يعني. أوكي أوكي أوكي، نوعا ما بنسوي ضرر، نوعا ما بنسوي ضرر. ألو نوعا ما بنسوي الضرر. نوعا ما بنسوي ضرر. اوه شو هاي الحركة. طب ضربة ضربة. لا 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 لا. كف 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 كف. يعني يسلم. الله الله
بصراحة أسطوري خرافي 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 خرافي. ويلا بينا على الجيم اللي بعده. يعني عموما تشكيلة توتير أعصاب أو استفزاز الخصم يعني راح يقول إيش هالدمار الشامل يعني بيعمل هجوم. بس بصراحة يعني تشكيلة جميلة جدا وتشكيلة قوية جدا، فيها يعني الدفاع الأرضي والجوي والهجوم الأرضي والجوي، لكن العيب فيها أنه الصبر. يعني لازم يكون عندك صبر كبير يعني عشان يعني تلعب تشكيلة منيحة عشان يكون عندك. بس الحاجة الجميلة أو الشيء الجميل يعني في هاي اللعبة أنه لما يكون عندك هجوم من الأول راح يكون هجوم أسطوري، يعني راح تعمل هجوم الذين كفروا. يضحك 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 يضحك، راح نضحك. اوكي، وعموما صرفنا اكسير. ما سوى ضرر يذكر. اوه استفزاز نوعا ما. Good luck. اوكي راح راح البرج، البرج راح. ايوه طب. وعموما يعني خلصنا البرج الاول والانتصار الاول. لا تنسى اللايك وسبسكرايب عشان يعني ما تنجلد يعني من جلد خصومنا. وضحك على الطاير. يعني عموما سيطرنا. يعني انتصار بالضربة القاضية من الهجوم الاول. كيف راح تصده الله اعلم. يعني خلاصة يزمك ما تضحك من الاول. راح نشوف. لحد الان سوينا هزيمة من الماتش الاول وانتصرنا في الماتشين الثانيين. يعني الحصيلة 2-1، بنحاول نرفع يعني الحصيلة 8-2 يعني. وما تسألوني ليش 8-2، بس عادي يعني. الحمد لله توم شايفين يعني القميص يعني يعني لابسه معلم مني، ماني برشلوني. اوه الهجوم راح يكون على اليسار. الله بصراحة شيء جنوني. لا 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 اوكي. يعني شلنا مبدئيا. يعني راح. بس كان دفاع اسطوري. ليش البرج ما يضرب؟ يعني عموما عنده مجال يعني تاور راح يضرب هيك، بس ماني عارف ليش. يعني راح بطاقة راحت على الفاضي. دفاع 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 في 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 خرا من ورا. صدها ان استطعت. صدها. التشكيلة عنده. اوه لا ما صدها. صدها ما صدها. صدها. عارف عارف يعني حركة غلط بس راح يكون عنده تأثير في الهجوم. يعني المفروض كنت أدافع بالميجا نايس. وراح عشان هو برج يعني مدفع. لا مش يعني بصراحة قايم بالواجب. ايش رايك يعني في حركة؟ فهمت يعني المعنى؟ نز 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 نز. اوه حركة اسطورية. اوكي حاليا شن البرج، شن شن البرج شن البرج شن البرج شن البرج من غير ما يمس، من غير ما يمس. يعني نقلب الشيرة الثانية وندافع من الفضاء. يعني راح نجرب. اوكي ستة في الدفاع، ستة في الدفاع، ستة في الدفاع، ستة في الدفاع. اوه تصدينا 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 تصدينا.
وراح نعمل هلأ شوية تشتيت. وراح فيها يعني مستحيل ينتصر، مستحيل تنتصر. إلى حد الآن يعني من الانتصار لانتصار، وقدرنا أن نحقق الانتصار بطريقة جميلة جدا، يعني تشكيلة الدمار الشامل. هي هي فيديو اليوم، راح نجرب تشكيلة إكسيرا 7 و6، ولحد الآن يعني 3-1، جميلة جدا للأمانة. يعني بنصحكم تجربوها، بس 1v1 ما راح تنفع، يعني أكيد 2-2 وتكون مع صديق تتفاهم معاه وكون عنده نفس تفكيرك من حيث الهجوم والدفاع، أكيد راح تكون تشكيلة أسطورية. ولو عملت كلاش رويال طريق نحو الكؤوس 2-2، أكيد راح أكون الأول. بس هلأ راح ننتظر الخصم وإلا نعمل هجوم. صديقي راح ندافع. لا، يعني شكنا تسرعنا شوي، تسرعنا. اوكي، شوية الهاء 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 الساحر شلناه، يعني تصدينا للدفاع. لا ما تصدينا للدفاع. ما تصدينا للدفاع، رحنا فيها، رحنا حرفيا، رحنا. يعني ضربة، خلص، ما خلص. ميجا نايت لحل المشاكل. راح ننتظر مين العملاق الملكي المسكليتورز او وين رايح، وين المفروض ثلاثة يعني تمشوا مع بعض وترجعوا مع بعض. عموما راح البرج. لما اقول راح يعني راح. ايوه وميجا نايت. ايوه. راح يكون عندنا شويه مشاكل في يلعب كثير، يعني بنسوي ضرر من البرج تقريبا. بس عموما يعني راح البرج راح. يعني مشكلتنا لو في كان عنا مضادات مثل السم او تعويذة من التعويذات كنا راح نخلص من الاول. لا، ارجوك. لا. يعني عموما يعني هي كان بصراحة يعني هزيمة ما كانت تستحق صراحة، يعني عادي. بس عموما هاي التشكيلة تشكيلة دمار الشامل، يعني بنصحكم تلعبوا فيها، يعني لما تكون مع صديقك ولما تكونوا مع بعض عشان يعني تشوفوا ايش راح تسووا، وان شاء الله يعني تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. ولا تنسى اللايك وسبسكرايب اخي العزيز، ولو في عندك تعليق او لو في عندك تشكيلة حابب يعني تقترح علي او اجربها في تحدي من التحديات لا تنسانا. وسلام.